بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفارنكس. ويمكن بمناسبة مواضيع الفارنكس بتكون مهمة طبعا بالنسبة لدكاترة أسنان، وكمان طبعا مهمة للشباب بتوع بشري على حسب الجامعة بتاعتهم، يعني وضع الفارنكس مثلا كجزء من الديجستيف سيستم، وأحيانا في بعض الجامعات بتشرحه مع السبيشال سنسز. ما نيجي نشوف طبعا موضوع الفارنجز، احنا يمكن خلصنا الحمد لله العضلات اللي هي الكونستريكتورز، اللي هم الثلاثة كونستريكتورز، وهذه اللي هي السوبيرو كونستريكتور والميدل كونستريكتور والانفيرو كونستريكتور، بضمة الثلاثة كونستريكتور اللي احنا خدناها. خدنا كمان الماسلز بتاعة البلت، خدنا الماسلز اللي هي بتاعة البلت، اللي هم منهم التنسور فيلي بلاتيني اللي بتشد، والليفيتور فيلي بلاتيني اللي بترفع البلت، والبلاتو فرينجيس ماسل اللي بترفع الفارينكس. دول ثلاثة، وطبعا كان فاضل كمان البلاتو جلوسس اللي بتروح للتانج، وفاضل كمان الماسكولاس يوفيولا. طيب، يبقى ضمت كده الخمس عضلات بتوع البلات. تمام، لما نيجي بقى نشوف يمكن العضلات بقى اللي فاضلة، اللي هي اللونجيتيودينال ماسلز، اللونجيتيودينال ماسلز اوف ذا فارينكس، او العضلات الطولية في منطقة الفارينكس. وانت هتلاقي الثلاثة يعني دايما الاطالس يحبوا يرصوهم ورا بعض على طول كده، وهتلاقي الثلاثه طبعا فارنجس فارنجس فارنجس، وهتلاقي منهم واحده اخدناها قبل كده في البلد اللي هي البلاتو فارنجس. عشان كده انا تعمدت افكرك بالماسلز بتاعت البلد. البلاتو فارنجس احنا اخدناها قبل كده بالفعل كاوريجين، قلنا ان هي بتطلع من البلاتاين ابيوريسس، البلاتاين ايه ابيوريسس، والانسرشن بينزل تحت في الفارنجس. قلنا يعني في بعض الكتب بتقول ان هي بتمسك في الايه الثايرويد كارتليج، وفي الحقيقه يعني يمكن البلاتو فارينجس ما بتوصلش قوي لغايه الثيروي كارتوج، انما هي بتلحم في بقيه الماسلز بتاعت الفارينكس اللي احنا بنسميه بسبب الجدار ده كله بنسميه الفارينجال وول. فهتجد في كتب ادق بتقول انه البلاتو فارينجس ماسل بيمسك في الفارينجال وول، او في الجدار بتاع الايه الفارينجال ماسكلر وول اوف ذا فارينكس، خلاص كده، او الماسكلر وول اوف ذا فارينكس، او الجدار العضلي للايه الفارينكس. وفي كتب تقول لك والله لا، بتوصل لغايه الايه الثيرويد كارتريدج. طيب، فدي كانت العضله بتاعتنا اللي هي البلاتو فارينجيس ماسل، حبيت ابدا بيها لان احنا كلنا عارفينها، اخدناها بالفعل في الايه الجزء بتاع البلات. لما نيجي نتفرج بقى على اللونجيتودينال ماسلز اوف ذا فارينكس، هنجد طبعا ثلاث عضلات زي ما قلنا. نطلع بس شويه كده عشان نجيب الاوريجين بتاع الايه السالبينجو فارينجيس. الاوريجين بتاعها تلاقيه جاي من فوق كده من عند الايه التيوب اللي هي الفارينجيو تيمبانيك تيوب. عشان كده العضلة دي نسميها ايه؟ نسميها سالبينجو نسبة للتيوب، وفارينجس طبعا لان هي بتنزل في الايه الفارينكس، فنسميها سالبينجو فارينجس. خلاص كده، الاوريجين بتاعها بيبقى جاي من عند الاوديتري تيوب. لو انت فاكر كانت الجزء ده اللي هو التيوب ده الكارتليجينوس بارت اوف ذا فارينجو تيمبانيك تيوب، كان كل من الليفيتور التنسور فيلي بلاتيني والليفيتور فيلي بلاتيني كانوا برضو بيلمسوا مع الكارتليجينوس بارت اوف ذا فارينجيو تيمبانيك تيوب كاوريجين، يعني كانوا بياخدوا حته منه كده ايه كاوريجين. طيب، التنسور فيلي بلاتيني والليفيتور فيلي بلاتيني كانوا بياخدوا من الحته الثانيه، لكن منها الايه الفارينجيو تيمبانيك اي تيوب. اسف على الصوت. التنسور فيلي بلاتيني والليفيتور فيلي بلاتيني كانوا بياخدوا من الحته الثانيه، لكن برضو يعني كان بياخدوا معاهم الاوريجين من الايه الفارينجيو تيمبانيك تيوب. طيب، يبقى التنسور فيلي بلاتيني والليفيتور فيلي بلاتيني دول عضلات في البلت، بلت ماسلز اوف بلت ماسلز، كانت بتاخد من الفارينجو تيمبانيك تيوب. كذلك برضو السالبينجو فارينجس ماسل بتاخد الاوريجين بتاعها من الكارتليجينوس بارت اوف ذا فارينجو تيمبانيك تيوب. خلاص كده، في الحقيقه انه الانسرشن بتاع السالبينجو فارينجس ماسل ان هي بتلتحم مع البلاتو فارينجس، يعني الانسرشن بتاعها في عضله ثانيه اللي هو البلاتو فارينجس ماسل بتبدا ان هي تلتحم مع البلاتو فارينجس ماسل. وطبعا كده كده البلاتو فارينجس ماسل زي ما قلنا بتنزل في الفارينجال وول، او في الجدار بتاع الايه الفارينكس، او الجدار العضلي. يعني شوف، تقول ايه ده، عضله بتلحم في عضله بتلحم في عضله، خلاص كده. يعني السالبينجو فارينجيس ماسل بتلحم في البلاتو فارينجيس ماسل، البلاتو فارينجيس ماسل اللي بدورها بتلحم في الايه الفارينجال وول، الماسكولار فارينجال وول. خلاص كده، طبعا بيحوط الكلام ده من بره الايه السوبيرو كونستريكتور ماسل، السوبيرو كونستريكتور ماسل بيحوط الكلام ده، الميدل كونستريكتور ماسل بيحوط الكلام ده، الانفيرو كونستريكتور. ما هو خلي بالك الجدار بتاع الفارنكس هو عباره عن ماسكولار وول، عباره عن عضلات، سواء كان العضلات الاوتر اللي هي الخارجيه الاوتر سيركلر ماسلز، او الانر لونج جينال ماسلز. ونكمل الفيديو الجاي.